اولا المساله ديال ارتفاع الاسعار ديال المواد الاساسيه في الوقت اللي التجميد ديال الاجور لمده عشرات السنين، وانه ما كاينش اعتبار لهذا الشعب المغربي ولهاد الدائره ديال الفقر اللي اتسعت ولهاد الفوارق الاجتماعيه بالخصوص والمجاليه اللي جعلها بان جهات الوطن كلها اليوم كتعاني بشكل متفاوت، ولكن كاين جهات اللي كتعاني بزاف. الشباب ما لاقيش الشغل، يعني الاباء تغلبوا ما بقوش قادرين انهم يستجبوا المطالب يعني الدنيا ديال وليداتهم ديال الاسر ديالهم. بلادي الا ما تصلحاتش سياسيا ما نقدروا نديروا والو، لان الديمقراطيه كتعني القضاء مستقل ونحاربوا الفساد بكل اشكاله والريع وكل هذا الشيء باش يمكن لنا نبنيو مجتمع ديال العداله الاجتماعيه. الشعب المغربي احتج بطرق مختلفه، الحراك الشعبي ديال جراده، ديال الريف، التنسيقيات، الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، الممرضين، الاطباء، واحد العدد ديال الاحتجاجات اللي كان المفروض ان الحكومه اذا كانت مسؤوله بالفعل انها تستمع وتبدا واحد البرنامج. حنا ما قلنا لهاش غدير كل شيء ولكن تبدا بما هو مستعجل. هذه الحكومه جابت برنامج كتقول فيه غادي نخلق مليون فرصه ديال الشغل، كتقول فيه غادي نقل نشاط النساء من 20% ل 30%، اذا غتخدم مليون ونص النساء. كتقول بانه غادي تنقل المغرب من المرتبه 128 لمرتبه 60، يعني غادي تنهض بالمدرسه وغادي تنهض بالصحه وغادي تنهض بالشغل وغادي تنهض بالبناء، يعني وغادي تعتني بالفئات الاكثر فقرا. هذه الحكومه بالعكس بدات زادت في المواد الغذائيه الاساسيه، وكيفاش غادي يدير هذا الفقير؟ وحنا عرفنا مع هذه الجائحه مليون د المغاربه خرجوا للعطله، كيفاش غيديروا هاد المغاربه اللي عندنا 2.5 مليون ديال الاطفال ما بين 8 سنين و 16 عام ما قارين ما مكونين؟ هذا راه هو المغرب ديال غدا. كيفاش غادي يديروا هاد الناس اللي كيخدموا في القطاع غير مهيكل، اللي بالليله وضحاها سدوا عليهم كل شيء وقال لهم ما كيسيروا كلوا الحجر؟ اذا الناس كتنتظر مع هاد الحكومه، غير الناس اللي كتحلم. انا كنطالب المغاربه اليوم ان يعملوا العقل ماشي العاطفه، والناس كانوا في الحكومه اللي فاتت وعطاوهم 30 مليار ديال الدرهم صندوق الفلاحه، البرنامج الاخضر شي خضوره ما شفناها، واليوم راه الجفاف، راه الناس كتبيع البهايم ديالها وكتخلى عليهم في السوق، ما لقات لا باش تشري العلف لا باش تشرب لا هي ولا البهايم ديالها. يعني هاد الناس على اثر تحرير الاسعار ضربوا 17 مليار ديال الدرهم، يعني كيربحوا بزاف وماشي سوقهم، لانه غادي يرتفع النقل وغادي ترتفع المعيشه على الناس في حين الاجور مجمده. اذا كانت امل ديال المغاربه، كيقولوا ربما الحكومه اللي فاتت يعني فكات صندوق المقاصه ومشات لهذا الشيء تسريح يعني اسعار البترول وما بغاتش تخدم لينا لا سمير باش يكون عندنا الامن الطاقي، ولكن هادو راه غاديين بواحد الوتيره يعني سريعه باش يدمروا ما بقيه، وباغين يمشيوا للخوصصه وباغين يمشيوا للاستدانه وباغين يمشيوا الى مزيد من تفقير الفقراء واغناء الاغنياء. وهذا الشيء علاش اليوم هذا الشعب خارج بطريقه سلميه في الدار البيضاء وفي كل جهات الوطن، في القرى في الجبال كيعبروا بصوت واحد. راه حنا غوتنا في 2011 وقلنا بغينا دستور ديمقراطي وبغينا دوله ديمقراطيه وفيها العداله الاجتماعيه، وبركه من الفساد وبركه من النهب وبركه من الجشع وبركه من الخضوع للمؤسسات الماليه. واش بغيتوا تبيعوا البلاد كلها؟ حنا فين غادي نعيشوا؟ اش غادي ناكلوا؟ فين غيخدموا ولادنا وبناتنا؟ كي غادي نقراوا؟ المدرسه خربتوها، كيف غادي يعني الصحه كتكذبوا علينا؟ الوهم ديال الدوله الاجتماعيه فينا هي؟ فينا هي؟ راه غدا خصك تجبد الكارطه ديال البنكه ماشي تجبد الكارطه ديال الرميد، والله لا شفتي شي صحه. ولهذا تنجدوا هاد الناس قبل ما يعني تنوض الفوضى ولا يكون شي انفجار كل شيء غادي يتاثر منه، انهم يتوجهوا باتجاه الصحيح. كيف قالوا ياك علنوا توطيد الخيار الديمقراطي، وحنا بغينا الديمقراطيه دابا، بغينا العداله الاجتماعيه دابا، وبغينا المغاربه، بغينا نعتبروهم مواطنين كاملين مواطنه. وشكرا لكم.